الجميله المتالقه اللي معايا دلوقتي الحقيقه متعتنا على شاشه الشرقيه باكتر من عمل مهم جدا، اذكر منها خلف الله وطبعا عملها المهم جدا مع الزعيم عادل امام. رحبوا معايا بالنجمه المتالقه لقاء سويدان، بقول لك متالقه لقاء كالعاده بالاوف وايت والاسود. ميرسي يا محمد، كلك ذوق. النهارده اخترتي الاوف وايت ليه بقى؟ لون جديد، مع اني يعني اللون هو صعب شويه انه بيتخن شويه، لكن ديزاين حلو. انا بشكر ايمن لحموني انه عامل ديزاين مختلف، واول مره البس اللون ده. عايز اقول لك تري شيك عليك على فكره، ومش متخنك ولا حاجه يعني، ما تقلقيش. قولي لي بقى النهارده سبب حرصك على الحضور ايه؟ انا بحب دايما اشارك اصحابي، بشارك طبعا اسره وشوشه جميعا، وببارك لهم على اول ايفنت تكريمات يعملوه، اول استفتاء جماهيري. شاركت في بعض كتير منه لزمايلنا، مبسوطه ان هم عاملين اكتر من اديتي صوتك لزمايلك. مين بصراحه؟ لا مش هقول بقى. لا بس انا فير قوي يعني، اديت رايي كجمهور، اديت رايي حتى في مصممين الازياء، في الكوافيرات، في الماكيرات. فاتمنى، انا مبسوطه لهم كلهم، لكل الناس اللي فازت، واتمنى ان شاء الله يبقى النهارده الايفنت جميل ان شاء الله. النهارده بعتقد يعني برضو احتفاليه كده بتخرجنا من المود العام اللي احنا عايشين فيه لحاجه كده جميله بتسعدنا، في يعني تنافس في الازياء، تنافس في الميك اب والشعر بالنسبه لكم انتوا كنجمات، مش كده؟ مش تنافس، هو بتبقى مناسبه لطيفه، حابين ان احنا نظهر بشكل جديد بشكل مختلف ونقابل بعض، مش تنافس يعني. خاصه دار الاوبرا المصريه والمسرح الكبير ده ليه كده شمخه. طبعا طبعا، لانه الدريس كود يعني طريقه اللبس فيه لازم تبقى فورمال، ليها شكل معين. هو كمان بيدي لاي ايفنت او اي مناسبه تعمل فيه بيدي لها كده يعني تقل وعمق. قولي لي بقى طمنيني، بتحضري ايه حاليا؟ بتصوري ايه؟ بصور مسلسل الحلال، وبيتعرض لي حاليا ولاد تسعه، وعندي مسرحيه الحفله التنكريه على المسرح القومي ان شاء الله. ولاد تسعة يعني عمل مختلف، نيكول سابا، مش كده؟ الموضوع مختلف وخارج سباق رمضان، شايفة المسلسل ده ازاي ودورك فيه؟ بص انا بحب قوي حلقات الستين حلقة، بحب قوي يبقى فيه سيزون خارج رمضان، لان الناس بتبقى فاضية وبتشوف بتركيز. انا بحب قوي مسلسل ولاد تسعة، هو حاسة انه مختلف خالص، عاملة شخصية مختلفة وجديدة، بتابعه، بتفرج على الحلقة مرتين. اتمنى ان شاء الله باذن الله لما يتعرض بقى على جميع القنوات الناس يعجبها، اعتقد انه هيعجب الناس لانه بيتكلم عن قصص حقيقيه كتير موجوده في مجتمعنا ان شاء الله. الحلال بقى مين معاكي فريق العمل؟ انا مع سمية الخشاب وبيومي فؤاد ومها احمد ومدام فادي عبد الغني ومجموعه كبيره من النجوم. ببارك لك مره تانية على كل شغلك الجميل يا لقاء، ومتالقه دايما. ميرسي يا محمد.